واللي عمل وشاف نفع العمل وفائدة العمل أن يتكلم مع مثاله ومع جلاسه من الشباب يتكلم معهم ويقول لهم نحن تعلمنا لكننا تعلمنا وما نعمل شيء، بعدنا ما عملنا شيء وما شفنا الراحة والفائدة والكفاءة في أنفسنا حتى عملنا وأنتجنا واحتكينا بالأعمال وأنتجنا. هذاك الساعة ارتحنا نفسيا أن وصلنا إلى شيء. فأنتم الحين ما عرفتوا وين الراحة بعدكم، لكنكم يوم تكملون علمكم بالعمل وتمارسون، لو كملتوا علمكم وجيتوا بشهاداتكم ما عندكم راحة. الراحة بعد ما تعملون وتنتجون.